تعلمني كم النتائج؟ النتائج البائقة خبر سعيد يأتي من الرياض، الشباب يخسر من الهلال 2-1، أيضا الاتحاد يفوز على نادي الأهلي. الحمد لله. الحمد لله. القادسية طيب؟ القادسية 2-0 على نادي الاتحاد. الحمد لله، هذا شيء مهم بالنسبة لي. سمو الأمير ألف مبروك الفوز اليوم. النصر يواصل خطوة إيجابية ويواصل الثبات على مواصلة الفوز، لغة الفوز بدأ لاعبي النصر يفهمون لغة الفوز والمواصلة على الفوز. الحمد لله، يعني نادي الفتح قدم مباراة ممتازة جدا وفريقنا قدم مباراة جيدة، وبإذن الله المباراة الجاية مهمة بالنسبة لنا مع شقيقنا نادي الرائد، وإن شاء الله النتائج برضه الأسبوع الجاي تفيد نادي النصر اللي تقدم في الجدول الدوري. سمو الأمير، بغض النظر عن نتيجة اليوم، هل النصر بالنسبة لك مقنع؟ والله اليوم مقنع، الشوط الأول ضيعنا فرص كثيرة، لكن الحمد لله على كل حال احنا عندنا نقص كبير طبعا، لكن نجومنا قدروا يتحملوا النقص، ونبارك لاخواننا نادي الفتح تقديم مباراة جيدة ومباراة نموذجية. باسكال في قاروة، النصر يفوز بمحترفين اليوم، المحترف الثالث حسام غالي، افتقدته اليوم؟ والله نفتقد جميع نجومنا طبعا، حسام لاعب كبير ونفتقده، وكابتن حسين عبد الغني طبعا، الكابتن محمد عيد، في لاعبين كثير ناقصين، لكن الحمد لله على كل حال. سمو الامير، هناك عده نقاط ود في الاطاله معك في هذا اللقاء، لا ادري اليوم بالتاكيد اطلعت على عده، خلصت مباراه القادسيه، خلصت مباراة عبد الملك الخيبري نصراوي، عبد الكريم الخيبري. إذن عدة أخبار اليوم أكيد أنك اطلعت عليها، منها يتصدر هذه الأخبار حسام غالي في لقائه مع CNN عربية الذي تحدث. موضوع حسام غالي ما حعلق فيه، احنا طلعنا بيان صغير وإن شاء الله بيطلع بيان آخر يوضح كل شيء. لاعبنا سنقف معاه دائما وإن شاء الله يكون خير، نشوف في المستقبل. الأمير، في هذا الجانب أحترم وجهة نظرك بعدم الحديث وأن هذا يخص البيت النصراوي، ولكن ربما حسام هل استعجل في اتخاذ القرار وأن هناك ردة فعل ممكن تكون؟ حسام لاعب كبير ولاعب نصراوي إلى الآن، يرتبط بعقد مع نادي النصر، بالعكس وحنا حنوقف معاه بكل ما أوتينا من قوة إن شاء الله. إيش الطرق اللي ممكن يساعد فيها نادي النصر حسام غالي في هذا الموضوع؟ إلى الآن ما أقدر أتحدث لين تنتهي القضية، الرجل ما أدين إلى الآن رسميا، بعدها إن شاء الله بنتحدث عن الموضوع. سمو الأمير، بصراحة زنقة الإيطالي يتعاقد معه النصر، ينفي النصر، أريد تأكيد منه. بكون واضح وعدتها 20 مرة، إحنا لم نوقع مع أي أحد، لا أجنبي ولا مدرب، لكن إذا كان في مفاوضات هذا شيء حق مشروع لنا زي ما الأندية الأخرى، لكن إلى الآن ما في شيء، مدربنا مستمر، فريقنا وأجانبنا قاعدين يقدمون كرة ممتازة، في نهاية الموسم بنناقش الموضوع بعد نهاية الموسم. سمو الأمير، هناك من يتحدث أن المقربين من نادي النصر أن هناك ممكن أن تكون حسام غالي ليس من الخطط المستقبلية لنادي النصر. والله شوف، حسام غالي لاعب كبير ونادي النصر يتشرف بوجود حسام غالي، لكن احنا إلى الآن ما نقدر نعلق على القضية لين تنتهي القضية. سمو الأمير، اسمح لي، ممكن أني طولت معك ولكن طمعان في وجودك معي، هناك عدة أخبار عن أسماء تحضر في نادي النصر، أسماء تغيب، ربما هناك أسماء غابت طوال الموسم وشاهدناها موجودة، مثل أحمد البحري مثلا والواكد، هذا البديل الجاهز، هذا شيء مهم بالنسبة للدوري. ثانيا أخوك صدقني، يعني الجرائد اللي تحكي والأخبار اللي تطلع ما هي من مصلحة نادي النصر في الوقت الحالي، احنا عندنا بطولة خليجية نمثل فيها المملكة العربية السعودية، ما نمثل نادي النصر، فلذلك أرجو منهم عدم بلبلة والإشاعات الكثيرة لين نخلص من البطولة الخليجية وبعدين يرجعون على ما تعودنا عليه. يعني هل هناك بلغتك سمو الأمير، هل هناك من يحاول أن يزعزع لم الشمل في نادي النصر؟ نادي النصر هو الوحيد اللي تطلع عليه الأخبار، يعني في نادي الأندية أخرى ممكن برضه تبغى تغير أجانبها، بس ليش نادي النصر هو اللي يطلع عليه الأخبار؟ مثلا نادي الاتحاد موقع مع هكتور 6 شهور، ما وقع سنة ونص، طيب يعني ليش تحدثون على نادي النصر؟ أرجو عدم الحديث عن أي فريق يمثل المملكة خارجيا لأنه يمثل الوطن الآن. طبعا التنبؤات هذه أنا الانتقاد انتقدوا نادي النصر ما يخالف، لكن التنبؤات وشوشرة اللاعبين الأجانب اللي الحين معنا موجودين والمدرب بشكل خاص، هذا شيء ما نحبذه احنا في هالوقت.
سمو الأمير، تحدثت عن أشكرك على خبر عبد الكريم الخيبري وتأكيدك له لقناة ARTI. تفاصيل هذا التعاقد مع عبد الكريم الخيبري؟ والله التفاصيل بتظهر في وقت لاحق، لكن هو سينسق الآن في لكشوفات نادي النصر، لأنه لاعب هاوي وحنا عندنا اتفاق معه لخمس سنين إذا كانت التجربة جيدة إن شاء الله. سؤالي ما قبل الأخير سمو الأمير، سعد الحارثي بعد الإصابة هناك انخفاض في المستوى، المدرب يتحدث عن انخفاض في مستوى اللياقة، سعد اليوم اللي يشوف سعد يشوف أنه مجتهد ويريد العودة بأي شكل من الأشكال. الحمد لله، الحمد لله، يعني إن شاء الله كل لاعبين يكونوا في ذروتهم في البطولة الجاية إن شاء الله.